السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن عرب من قناة سباك محترف، أرجو الاشتراك في القناة. السلام عليكم. طبعا احنا زي ما عودناكم ان شاء الله بنجيب لكم مشاريع جديدة كل فترة، يعني كل أسبوع ان شاء الله هتلاقوا عندنا مشروع جديد، وده مشروع العطارة والعلف. يعني مشروع بسيط وجميل، وممكن تعمله على فكرة، ممكن انت تعمل فيه تحديث انك تعمله من البيت، مش شرط ان انت تعمل محل، تتأجر محل كبير عشان تبدأ بس بالمشروع. يعني تشتري شوية أعلاف، شوية بقوليات مثلا، وتحطها عندك في البيت وتعرف الناس. وطبعا انت هتحطها بطريقة جميلة، يعني ممكن تجيب علب بلاستيك وتعبيها بالجرام، تبقى عندك ميزان صغير وتعبي فيها. حاجة تانية انت ممكن تعملها في كيس صغيرة، في كيس صغيرة اللي هي كيس تلاجة، وتجيب مكوة صغيرة وتكوي تقفل الكيس، لكنك مكتب او شركة او مصنع، بطريقة حلوة كده شيك. حاجة تالتة انت ممكن تجيب كيس ورق، يعني في كيس ورق صغيرة كده ممكن تجيبها وبرضو تفيد نفسك. طيب اذا عايز تعمل محل بقى، المحل هيبقى يعني مكلف شوية، انك لازم تبدأ تجهزه، تعمل له أرفف وتعمل تشتري كهرباء، وطبيعي هو هيبقى في عداد كهرباء في المحل، فهتزود إضاءة الكهرباء عندك في المحل عشان تظهر الحاجة المعروضة عندك. على فكرة كل ما يكون الإضاءة شديدة في المحل، كل ما الزبون يشوف الحاجة من بعيد وينبهر بالموضوع. وأهم الموضوع بقى، أهم حاجة في الموضوع كله، انك تقدر تنظف المحل دايما، تبقى 24 ساعة كده على النظافة، لان البقوليات والعطور العطور ماشي، العطارة كلها اعشاب وما اعشاب، فلازم تفضل نظيفة. تحط لك مروحة صغيرة او مروحتين صغيرين كده حواليك، اذا مفيش تكييف طبعا، يعني عادي محل عادي، هتحط لك مروحتين على اساس ان في دبان وفي حاجات بتدخل والكلام ده كله. الحاجة التانية دايما تبقى مغطيها، الغطا بتاعها يبقى لو شفاف يبقى افضل، يبقى في حاجة شفافة عليها من برة تقدر تفتح بسرعة والزبون يشوف الحاجة اللي هو عايزها. اذا مثلا بتبيع انت حلبة، كزبرة، كمون، الحاجات بقى انت عارف العطارة يعني. فبالتالي ان شاء الله تكسب زبون وتجي. وطبعا الحاجات دي كلها موجودة في لو احنا في القاهرة مثلا، لو احنا في اي محافظة تانية هنقدر نروح القاهرة نجيبها بأرخص الأسعار، اما هتجيبها من محلات عندك في المنطقة اللي انت ساكن فيها هتبقى غالية. فليه؟ لانه في مستوردين كتير في القاهرة، او الرئيسي يعني بيبقى في القاهرة دايما. فانت هتروح هتاخد المحلات بتاعتك، الحاجة بتاعتك، وهتروح بالصلاة النبي هتعمل هتقسم بقى كل حاجة لوحدها وترصهم، تنسقهم تنسيق كويس ماشي، وتزبط الأمور. كل حاجة زي ما قلنا في الأول، انك تقدر تعملها في بلاستيك أو في ورق أو في كياس، كياس بلاستيك أو كياس ورق، ده على حسب إمكانياتك يعني. وعندك طبعا الأعلاف بقى بتاع الحيوانات، تكرم كتير مالي السوق، وده في اي مكان يعني، تقدر تشتري من اي مطحنة او اي جروشة بنقول عليها، فهتروح له هتاخد منه بالجملة برضو، ما تاخدش بالكيلو. يعني لو انت محتاج مثلا طن علف لتكرم اللي هو يعني عفوا للبهايم، هتروح تختار النوعية الجيدة على اساس الناس كلها بتدور على الاحسن مش هتدور على الارخص. طبعا زي ما هو مكتوب كده عندك، منطقة الازهر والحسين دول أعلى منطقة للبضائع الخاصة بمحلات العطار والعلافة، أجمل منطقتين كويس. أنا بس بذكركم يعني عموما اللي هو الجملة مش الفرق العادي اللي انت تقدر تجيب فردي، بس الجملة بيكون موجود هناك كويس. وتجيب ميزان حساس على أساس ما توزن بالملي، يعني ما توزنش بالزيادة انت، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك وأوزنوا بالقسط بس. فان شاء الله يكون مشروع كويس ليكم، وما تنسوش لايك وشير للقناة.